السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية، وهنتكلم عن سالوفاليك أقراص لعلاج التهاب القولون والأمعاء. سالوفاليك أقراص يعالج التهابات الأمعاء والإسهال الشديد، كما يستخدم أيضا لوقف نزيف المستقيم والألم الشديد في منطقة البطن، كما يستخدم أيضا في بعض الأوقات من أجل علاج التهاب المفاصل لدى الأطفال والبالغين. وتعد مادة السلفازين هي المادة الفعالة بالضوء، وفي بعض الأوقات يطلق على هذه المادة اسم مادة ميسالازين. وسنتعرف دواعي استعمال هذا الدواء. يعمل على علاج التهاب القولون، يساعد في علاج التهابات المستقيم القولون، يستخدم للتخلص من التهابات الأمعاء، كما يعمل على توقف الإسهال الشديد. الجرعة وطريقة استعمال الدواء: ينبغي أن يتم بلع القرص كامل مع عدم كسره أو مضغه، كما يجب أن يتم وضع الحبيبات بداخل الفم مع الحرص على شرب كوب من الماء أو كوب من عصير البرتقال. ويفضل الالتزام بتناول الدواء حتى في حالة الشعور بالتحسن، وينبغي إبلاغ الطبيب في حالة الإصابة بحساسية للكبريت. الآثار الجانبية للدواء: صداع مستمر، ألم في منطقة البطن، شعور بغثيان، إصابة بإسهال شديد، ظهور طفح جلدي في بعض الأوقات، التهابات شديدة بالحنجرة. موانع استعمال الدواء: يحذر من استخدامه في حالة ظهور حساسية شديدة لمادة الميسالازين أو مادة السلاسلات أو الحساسية للأدوية الأخرى التي تحتوي على مادة السولفوناميد، ويجب استشارة الطبيب المعالج قبل تناول الدواء في وقت الحمل وكذلك في فترة الرضاعة الطبيعية، منعا لحدوث مضاعفات تضر بصحة الجنين والطفل الرضيع. التفاعلات الدوائية للدواء مع الأدوية الأخرى: يجب على المريض أن يخبر الطبيب المعالج أو الصيدلاني في حالة تناول أدوية أخرى من أجل القيام بتعديل الجرعة وعمل فحوصات لازمة. ويفضل إيقاف تناول الدواء في حالة تناول مضادات الحموضة ومضادات مستقبلية الهستامين. سعر دواء سالوفاليك أقراص: سعر دواء سالوفاليك أقراص بتركيز 500 ملي جرام بالأسواق المصرية هو 44 جنيه مصري. سعر دواء سالوفاليك أقراص للعبوة بتركيز 500 ملي جرام بالأسواق السعودية 92.5 ريال سعودي. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم، وبطلب منكم في نهاية الحلقة ادعموا القناة واعملوا سبسكرايب للقناة واضغطوا لايك. شكرا لكم.